تمام. البداية بقى عايزين نقول لحضراتكم من خلالها أنه أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن انضمام مروان عطية لاعب نادي الاتحاد السكندري إلى صفوف النادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف السنة. أضاف أن النادي الأهلي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية مع نادي السابق، وأكيد بنتمنى له إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق وكل التألق وسرعة الانسجام مع لعيبي النادي الأهلي، وهيحصل يا كريم إن شاء الله. الأهلي كمان بيواصل، خليني أقول لحضراتكم، تدريباته استعدادا لمباراة هنا المصري في الدوري الممتاز، وتدريبات بنتكلم بدنية طبعا مكثفة سواء للاعبين أو حتى حراس المرمى. وكمان امبارح كان محمد عبد المنعم مدافع الفريق أدى تدريبات منفردة بالجري كان حول الملعب، وعرضنا برضو جزء من هذه التدريبات، وكان في جلسة تأهيل في الجيم، ده كان ضمن يعني البرنامج اللي كان متحدد ليه عشان يتخلص من الإصابة اللي حصلت له مؤخرا، ونتمنى إن احنا ما نسمعش عن إصابات تاني في الفترة يعني اللي جاية. كمان خليني اقول لحضراتكم كان متواجد اكرم توفيق في ملعب مختار التيتشي وخاض جلسه علاجيه وعلاج طبيعي تحت اشراف الدكتور طبعا احمد ابو عبله طبيب الفريق المتالق. برضو خلينا نقول دكتور احمد يعني بيلازم دايما كل اللعيبه، ولو في اي اصابه هتلاقيه بيسافر معاك وهتلاقيه موجود لغايه لما يطمن على اللاعب ويرجع ويطمنا عليه، فبجد اداء اكثر من رائع كمان من دكتور احمد. وفقا كمان بنتكلم هنا للبرنامج طبعا بتاع اكرم المحدد ليه بعد اجراء عفوا جراحة الرباط الصليبي. بص، إصابات يعني للأسف الشديد. نتمنى يبقى في موسم خالي من الإصابات. حتى الناس ابتدت على السوشيال ميديا كريم تقول لك هو إيه لعنة الإصابات اللي موجودة مع النادي الأهلي دي، في حاجة مش فاهمينها بصراحة. على كل حال إن شاء الله خير الفترة اللي جاية. كمان بكرة في ماتش طبعا مهم جدا الساعة 7 اتكلمنا عنه، هنتكلم عنه النهارده باستاد برج العرب الإسكندرية. نتمنى التوفيق لفريقنا وهنتكلم في كل التفاصيل دي.